الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: أيام مباركات. والمقصود أننا مقبلون على عشر عظيم، عادة يتحدث الدعاة والخطباء والوعاظ عن فضله في مثل هذه الأيام، أعني عشر ذي الحجة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا هذا العشر على أحسن حال وأهدأ بال، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. ولأن في الجسد ألما لن أطيل عليكم، سأتحدث عن بعض النقاط التي تتعلق بهذا العشر المبارك. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أقسم بهذا العشر وبالليالي هذا العشر، فقال: والفجر وليال عشر. فأقسم الله عز وجل بهذه الليالي، ليالي عشر ذي الحجة. والعلماء تكلموا هل هي أفضل من عشر الأخير من رمضان، فصلوا تفصيلا لا يعنينا، يعني هناك كلام للفقهاء وللعلماء. المقصود الأيام أم المقصود الليالي؟ ما يعنينا أنه ينبغي علينا أن نغتنم مثل هذه المواسم، أن نغتنم هذه المواسم بهمة عالية، وقد جعلها الله عز وجل لنا لنجدد لزوجة الإيمان، لنجدد علاقتنا بالله عز وجل. لأنكم كما تعلمون أو لا تعلمون، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بمثل هذه المواسم، بصحبة الصالحين من أمثالكم، برمضان، بالحج، بهذه المواسم الخيرة المباركة، وينقص أحيانا بالغفلات والدنيا، ويعني الانغماس بالمباحات. فتأتي مثل هذه المواسم حتى ترفع المنسوب الإيماني عند الإنسان، حتى تشحذ همته إيمانا وتطلعا لمرضاة الله عز وجل. قال تعالى: والفجر وليال عشر. أولا أقسم الله بها. وقد تقول لي: ماذا يعني أن يقسم الله بها؟ إذا كان الله عز وجل قد أقسم بالتين والزيتون، إذا كان الله عز وجل أقسم بالعصر. المقصود هنا أن الله عز وجل عندما يقسم بشيء من مخلوقاته، قال علماء التفسير لبيان مكانته ولعلو شأنه وعلو كعبه، وليس المقصود لذات التفصيل في التعظيم. يعني أنت لا يجوز لك أن تقسم إلا بالله عز وجل، أما الله فيجوز له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فيقسم لنا حتى ينبه عقولنا لمكانة هذه الليالي المباركة، حتى نغتنمها. لأن الله قال بعد هذه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هنا يعني العقل، يعني هل يمكن أن يتصور صاحب عقل لا يلتفت لهذه الأمور التي أقسم الله بها لمكانتها؟ فنحن إن شاء الله تعالى مقبلون على هذه الليالي المباركة، كيف لنا أن نملأها حتى لا تتشوشوا وحتى لا تتشتتوا؟ أعظم عبادة تقوم بها هي مساعدة الناس في مثل هذه الأيام. يعني أيها الإخوة الأكارم، أنتم ترون أن هناك فقرا شديدا، وأن هناك مسافة كبيرة بين الفقراء والأغنياء، وأن هناك أناساً
عضهم الدهر بنا به. فأعظم عبادة هي مساعدة الناس الآن. يعني بمعنى أنا لا أقول لا تصلي لا تقرأ القرآن، هذا طبيعي أن الإنسان يصلي ويحافظ على صلاة الوتر ويحافظ على قيام الليل، هذه قضايا جبلية، هذه يعني البديهيات. لذلك قالت العرب من المعضلات توضيح الواضحات، نحن لا نتحدث عن هذه القضايا. لابد أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة وتصلي الوتر، أنا لا أتحدث عن هذا، أنا أتحدث أن أعظم عبادة أن تساعد الناس، أن تساعد الناس في هذا العشر المبارك. ابدأ بأرحامك، ابدأ بأقربائك، ابدأ بأهلك، ابدأ بمن يلوذ بك، لأن الله عز وجل سيكرمك وستجد لذة في عبادتك. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إذن أولا الله عز وجل أقسم بها. ثانيا هذه الليالي فيها أيها الإخوة الأكارم الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع، واذكروا الله في أيام معدودات التي يسن فيها ذكر الله عز وجل، التكبير، التسبيح، التهليل. أيضا في هذا العشر يوم عرفة، يوم عرفة أيها الإخوة الأكارم، هذا اليوم العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتبنا مع أهل عرفة. لذلك لما تأتي مثل هذه المواسم أذكر هذه الكلمة لبعض السلف، كان يقول من وقف في عرفة فقد عرفه، يعني بمعنى ينبغي عليك أن تقف بقلبك وليس بجسدك فقط عندما تقف على صعيد عرفات الطيب المبارك. هذا اليوم العظيم يسن لغير الحاج، يسن لغير الحاج أن يكثر فيه من ذكر الله عز وجل، من قيام الليل، أن يكون صائما لغير الحاج، أقول أن يكون صائما لغير الحاج. لماذا؟ لأنه سيشعر سبحان الله بلذة روحية ما تعدلها لذة. وأنتم مقبلون على هذا العشر، ما المانع أن تقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم وتختم يوم عرفات، أن تختم القرآن يوم عرفات وأنت صائم، وأنت تجلس مع زوجك وأولادك وأنت صائم، وأنت تختم القرآن الكريم. وقد قال سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة مباركة. فإن شاء الله تعالى نريد أن نغتنم هذا العشر بأن نكثر فيه من ذكر الله عز وجل، من مساعدة الناس، أن نقرأ ختمة من القرآن الكريم، أن نكون صائمين في يوم عرفة. يعني لمن استطاع أن يصوم ويعني كان يعني مستطيعا للصيام، لكن إذا استطعت أن تصوم العشر كله لا مانع. أخيرا هناك يعني قضية في كل عام تثار ويعني يشغب بها المشاغبون على الناس، يقول لك يا أخي أنا أريد أن أضحي، فهل لابد أن لا أخذ من أظافري أو من شعري أو كذا؟ يا أخي هذا الأمر للاستحباب، وإذا قال لك مذهب آخر أنه للوجوب خير، لكن سله لو أن إنسانا أراد أن يضحي وحلق من شعره وأخذ من أظافره هل تجزئ أضحيته؟ سؤال هل نعم تجزئ والأضحية صحيحة؟ إذا لماذا يشغبون على الناس ويجعلون من أمر بسيط يقصد به التشبه بحال المحرمين؟ يعني المقصود بالحديث التشبه وليس المقصود إلزام الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الرشد وأن يجنبنا الزلل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وأعتذر عن درس الجمعة إن شاء الله تعالى، علنا نستأنف درس الجمعة في الجمعة القادمة. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أعنا على إحياء ليالي العشر من ذي الحجة إحياء كاملا، وأعنا على ختم القرآن الكريم برحمتك يا رب العالمين، وأعنا على صيام يوم عرفة برحمتك يا رب العالمين. أصلح لنا أولادنا وبناتنا وأزواجنا، اجعلهم من السعداء البررة، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اشف وعافي جميع مرضى العالمين، ارفعهم إلى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. وفق رئيس الدولة شيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.